سيادة المطران بولس ماركوتسو يقول إن الاحتفال بعيد الجسد يتحدث بشكل خاص عن بقاء الله معنا. ترأس سيادته الاحتفال الإفخارستي بعيد جسد الرب المقدس يوم خميس الجسد، واختتم هذا الاحتفال بموكب مع القربان المقدس حول القبر الفارغ. احتفل في كنيسة الأرمن الكاثوليك بالصلاة الثامنة غير العادية من أجل المصالحة والوحدة والسلام في القدس. إنها مناسبة مسكونية ولقاء بين جميع الكنائس المسيحية في المدينة المقدسة. أصبح منذ أيام موقع الإعلام الفرنسيسكاني على الإنترنت متوفرا باللغة العربية، وسيلة جديدة للتعمق موجهة للمسيحيين الناطقين بلغة الضاد من خلال الصورة والفيديو وكل ما يحدث في الأماكن المقدسة. الموكب التقليدي للمسيحيين في القدس لاختتام الشهر المريمي، إنها فرصة للاجتماع والصلاة مع مريم العذراء. فرقة موسيقية أعضاؤها موسيقيون الكاثوليك والأرثوذكس والأرمن، الفرقة المسكونية تقدم عروضها الموسيقية في القدس. تجرى أعمال الترميم الشاملة بالقرب من علية صهيون على جبل صهيون في القدس في دير الفرنسيسكان، حيث يتم تجديده لاستيعاب العديد من الحجاج بشكل لائق.